تحولات كبيرة عاش على وقعها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة من خلال التركيز على الصناعة كرافعة للتنمية الاقتصادية. اليوم يساهم القطاع بحوالي ثلث الناتج الداخلي الخام للمملكة، وتجلت أهميته بشكل واضح في زمن الجائحة العالمية. من بعد ملي ترفع الحجر الصحي رجعت لواحد الديناميه ديال القطاعات الصناعيه، لا في قطاع السيارات لا في قطاع النسيج. مثلا قطاع النسيج قدر انه يحقق اكتفاء ذاتي من حيث تصنيع الكمامات اللي كانت نقصات بالبلدان المتطوره في العالم. قطاع الصناعه الغذائيه استطاع انه نحقق الامن الغذائي، يعني بقوه الصناعه الغذائيه اللي كاينه هذه مكتسبات ايضا، وان شاء الله هذا التعافي غيكون بواحد الوتيره اسرع في الاشهر المقبله وفي السنوات المقبله. قطاع النسيج والألبسة الذي يعد واحدا من أقدم المنظومات الصناعية بالمملكة، وبعدما ساهم بشكل فعال في جهود محاربة الوباء استعاد تدريجيا ديناميته المعهودة. هو اليوم أول قطاع صناعي مشغل بالمملكة بحوالي 200 ألف منصب شغل، توفرها 1600 وحدة صناعية مستقرة ببلادنا. القطاع استجب في صناعة الكمامات بواحد الطريقة فعالة، وفي ظرف وجيز قدرنا نغطيو الاحتياج المغربي، ومن بعد قدرنا نصدروا الكمامات للخارج. الحديث عن القطاع الصناعي بالمملكة لا يمر دون التوقف عند صناعة السيارات التي فاقت نجاحاتها كل التوقعات. قطاع فرض نفسه طوال السنوات الأخيرة كأول قطاع مصدر بالمملكة بحوالي 77 مليار درهم كرقم معاملات سنوي، بقدرة إنتاجية تفوق 700 ألف سيارة سنوياً، وبنسبة اندماج محلي تفوق 60% من مجمل مكونات السيارات، لتترسخ الصدارة العربية والإفريقية للمغرب في هذا المجال. استراتيجية اللي كانت توضعت وشرف على جهة الملك، وهذا تسريع صناعي ديال هذا اللي كان من 2015 و2020 زاد تبت القطاع هنايا من طرف على حساب الانتيغراسيون لوكال لي كومبيتونس. دابا اليوم الاسس كاينه، باقي دابا عندنا الاستثمارات غاده في الاتجاه ديالها. قطاع صناعي اخر واعد تحقق فيه المملكه الصداره العربيه والافريقيه وتجاوز سريعا تبعات الجائحه، وهو صناعه الطيران. قطاع يحقق سنويا نسبة نمو تبلغ 20% ويساهم بحصة 5% من الصادرات الوطنية برقم معاملات سنوي يناهز 20 مليار درهم، ويواصل التحليق عاليا. قطاع صناعة الطيران في المغرب عرف واحد النمو مهم هذه 20 سنة الماضية، وذلك للرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وبرنامج التسريع الصناعي اللي مكنونا باش نكونوا بلاتفورم عالميا معروفه بالكفاءات ديالها بالجوده. والان القطاع غادي يستانف ان شاء الله هذا النمو ديالو في المنظومات اللي كانت، وغادي يكونوا منظومات جديده ان شاء الله في العام المقبل. ديناميه القطاعات الصناعيه مردها للموقع الاستراتيجي للمغرب واستقراره، وما تتوفر عليه المملكه اليوم من بنيات تحتيه مهمه ومناطق صناعية حديثة، فضلاً عن اليد العاملة الكافية والمؤهلة. لكن الصناعة الوطنية لم تبح بعد بكل أسرارها، ولا زالت الآفاق واعدة لعلامة صنع بالمغرب.